لا يمكن الحديث عن الأغاني الخالدة في زمن السبعينات وما قبلها دون المرور على أغنيات وأفلام وحفلات عبد الحفيظ أو عبد الحليم حافظ. ومحمد شبانة أيضا ابن شقيق عبد الحليم جلب كل ما يتعلق بالمقتنيات للعندليب من لباس ومقتنيات، جلبها إلى موسم الرياض وبدعم من هيئة الترفيه السعودية. نتابع. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك. كأنك فرد من عائلة عبد الحليم حافظ بمجرد زيارتك لمعرض ومسرح العندليب داخل منطقة البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، تشاهد مقتنياته ولباسه في أهم أفلامه وحفلاته. الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا. 100 قطعة من مقتنيات العندليب أعادت زوار المعرض إلى زمن السبعينات وما قبلها، فرسائل معجبي الراحل التي كان يهتم بجمعها والحفاظ عليها تركت أثراً لدى الجميع، حتى بابن شقيقه محمد شبانة الذي كان من أقرب أفراد العائلة إلى العندليب في صغره. المليون خطاب من المعجبين والمعجبات من أنحاء الوطن العربي والجاليات العربية في أمريكا وأوروبا وأستراليا، يعني في كل حتة من أنحاء العالم هتلاقي حضرتك. ده احنا جبنا كلاسير واحد بس، هتلاقي فيه اللغات الانجليزي والعربي والفرنساوي وكده اهوت، يعني وكلمات كلها مشاعر رقيقه جدا. انت عارف بقى يعني كان زمان في المشاعر الفياضه وفي يعني الكتابه، يعني كل واحد بيكتب لمطربه المفضل بنغم، تحس ان الكلمات يعني بيعزف بالكلمات حقيقي. بعد انهاء التجول في المعرض والتنقل بين لباس عبد الحليم وساعاته وحقائبه والوثائق الخاصة به، يمكن للزوار الاستمتاع بعرض مسرحي يمتد لساعتين متواصلتين على أنغام ومسرحيات الراحل. من الرياض، نواف عزيز، العربية.